مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني. أنا عامر، اليوم ضيفتي من بريطانيا. ضيفتي يعني أقل ما يمكن أن يقول عنها، الأمل موجود بشخص وهي هذا الأمل. هي مو اسمها أمل، ولكن أنا بتخيل إنه القصة تبعها رح تعطي الأمل لكثير من الأشخاص. وضحكتها والطريقة اللي بتعيش فيها ونظرتها للحياة بتخلينا نعرف انه الدنيا لساتها بخير. الإعاقة بصراحة أبدا ما كانت إعاقة جسم أو فقدان طرف معين، وإنما الإعاقة بتكون بالغالب بالعقل. ضيفتي تحدد كل الظروف، وبالرغم من المأساة اللي عاشتها بتعيش حياتها هلأ، وكلياتها أمل وعندها أهداف وحابة تحققها ويعني بصراحة أنا شخصي يعني وقت تعرفت عليها وحكيت معها، الطاقة الإيجابية اللي قدرت تعطيني إياها يعني عن جد ما لها حدود يعني. وأنا كتير بتشرف إني تعرفت على شخص مميز مثلها، وما فيني إلا أقول شكرا كتير ديما، وأهلا وسهلا فيكي بعربي ألماني. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. وأهلا وسهلا فيكي بعربي ألماني. شكرا لك لاستضافتك الحلوة، واللي شرف كبير لي إني أنا طلعت معك. شكرا كتير، شكرا كتير ديما. للناس اللي ما بتعرفك، بلمحة سريعة تخيلي معي انت بحفل شواء، وفي اشخاص وفي شخص بتتعرف عليك ويسألك مين انت، وخاصة وقت يشوفك، لانه انت وقت الواحد يشوفك ففي اشي عندك مميز. انا لهلا ما حكيت شو هو، فانا بدي اياكي انت تقولي لنا مين انت على الصعيد العملي، على الصعيد الاجتماعي، وشو قصتك وشو اللي صار معك. انا ديما من سوريا، من ادلب، عمري 26 سنة، مثلي مثل أي حدا عنده طموح بهالحياة، عنده أهداف، عنده أصدقاء، عنده معارف، عنده حب للحياة، عنده شغف لنفسه كمان. ديما تعرضت لقذيفة بالبيت نتيجة قصف عشوائي بسنة 2012، وهذا السبب اللي خلى ديما ترجع من جديد بقوة أكتر، بشغف أكتر، بطاقة إيجابية أكتر، بحب لنفسها أكتر، بحبها للحياة أكتر، بحبها حتى تفرغ طاقة الإيجابية للعالم اللي حواليها. فقدت رجلي ب 2012 نتيجة يعني قذيفة مثل ما حكيت على البيت، وهذا الشيء هو فقدتها يعني دغري، يعني ما إنه مثلاً فقدتها وعملوا لي عملية وصار في مشاكل، لا، فقدتها دغري. وبصراحة لما حكوا لي كيف فقدتها أنا صرت أضحك، لاني صارت مثل اشلاء. فيعني انا بصراحه هاي الشيء بيقويني اكثر، لاني ما في داعي مثلا مثل ما بنقول انه ناخذها ونقبرها وهي الامور. ما خلص ما خلص راحت بوم. يعني بصراحة وانت عم تحكي وعم تضحكي على هذا الموضوع، يعني انا عم بضحك معك، ولكن اذا يعني الواحد يتفكر بهذا الشيء شوي تاني، يعني ما بيقدر يتخيل كم العذاب كمان بالنهاية. تماما، هذا كان عذاب، وكان يعني شيء يعني مثل ما بيقولوا ما فيه عدالة. يعني انت شخص قاعد ببيته، تنزل قذيفة والشظايا تبع القذيفة بفتتوا رجلك يعني. تماما. لكن الفكرة انه انت لما بتفقد شيء، هو يعني انا عندي، يعني عندي شيء قناعة من رب العالمين انه انا فقدت هذا الشيء عن سبب، يعني عن سبب معين، يعني ما انه والله انا فقدت رجلي هيك، بس السبب المعين اني هو انه يعني نحن كنا كلياتنا بنفس البيت، تمام، يعني انا وامي واهلي واخواتي، بس يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هي اكبر نعمة لي وبشكر ربي عليا، يعني وما بزعل على رجلي بس بسبب هذا الشيء، لاني حمالي اهلي ما حدا صار له شيء.
يعني هلا ممكن هي بعض العالم انه تاخذ الامور بصعوبه انه انا فقدت شيء من جسمي، تمام، بس نحن ما بنحاول نطلع على الاشياء اللي يعني حافظنا عليها، فهمت علي؟ يعني هلا اوكي انا راحت رجلي، بس يعني ما راحت رجلي الثانيه، يعني رب العالمين حفظ لي رجلي الثانيه، ومع يعني مع هذا العلم اللي نحن فيه هلا ممكن حدا العالم كلها تستغرب انه انا كشخص بحب رجلي هلا الاصطناعيه اكثر من رجلي الثانيه، يعني يلي هي مثلا سبب وقفتي وسبب اساسي وسبب قوتي وسبب كل شيء، بس لا يعني انا بنت عكس كل شيء، انه انا بحب الطرف الصناعي اكثر من رجلي اللي راحت، يعني عرفت؟ يعني هيك ببساطه يعني. فنحن لما بنحول الامور لهذا الشيء عن جد يعني كثير بنسهلها على نفسنا، يعني لما نحن بنطلع على مثل ما بنقول على نص الكبايه المليان، ما بنطلع على نص الكبايه الفاضي، فهذا لوحده اذا انت عودت تفكيرك عليه فكثير بتسهل على حالك يعني. اما على الصعيد العملي يا استاذ عامر، انا بشتغل سوبرفايزر بمدرسه. الفكرة أنه أنا هذا كان أول شغل لي، وبصراحة هذا الشغل هو اللي عطاني هاي الطاقة الإيجابية اللي أكتر، يعني اللي قوتني وقوت إصراري أكتر. فأنا لما رحت على المدرسة، أنا بشتغل مع أولاد صغار، فالفكرة أنه أنا لما رحت الأولاد الصغار استغربوا أنه كيف هاي إجت وعم تشتغل وأول مرة نحن بنشوفها، وعندها رجل، عندها رجل، أنا بسموني الرجل الآلي بصراحة بالمدرسة يعني الأولاد. وبصراحة حبيته لهذا الاسم. فبيسألوني يعني بيقعدوا بيسألوني مثلا منين جبتي رجليك؟ طب نحن فينا نجيب منها؟ يعني عرفت يعني هذا النقاء اللي فيهم بيحسسوك انه عن جد انه انت لك قيمة، فهمت علي كيف؟ يعني هن اوكي نعم. هن ما فهمانين ايش الحالة يعني اللي صارت معي، بس يعني عطوا قيمة للطرف الصناعي انه نحن منين فينا نجيب منها، عرفت يعني كيف؟ هلا اكيد الله لا يضر حدا، بس انه سؤالهم هذا البسيط انه منين فينا نجيب منه. طيب، يعني هلا هذا الكلام اللي انت عم تقوليه كلام ظريف ولطيف، وبالنهاية يعني انت عن طريق هذا الكلام عم تقوي اكثر، وخاصة وقت الشخص يشتغل مع اطفال، فالاطفال بفطرتهم يعني تمام النقية اللي لسه ما دخلت عليها هي الصور النمطية او الاحكام المسبقة او تمام فالواحد بينبسط من الكلام اللي تماما بيحكوه. ولكن انا حابب ارجع لورا كتير، يعني حابب ارجع لل2012 او قبل حتى ال2012. شو كانت تعمل ديما قبل ما تفقد رجلها؟ أنا كنت عم جهز حالي بصراحة للجامعة مثل أي طالبة، يعني بدها تجهز حالي للجامعة بتدخل المجال اللي بتحبه، بس بفجأة إنه بسبب الأوضاع من بلد لبلد شفت ما بقى فينا نسافر وهيك تأخر هذا الشيء عندي، وبسنت إنه خلص قررنا إنه خلص بنفوت على الجامعة ونظبط أمورنا وكل شيء، بس بصراحة يعني بالشهر التاسع صارت القذيفة يعني على البيت، وأنا ما قدرت أكفي دراستي فوقفت من نقطة إنه أنا بدي فوت على الجامعة، وهون بصراحة وقفت حياتي، يعني مش إنه أنا رح أقول وقفت يعني بمعنى إنه وقفت خلص ما عاد، بس وقفت بمطرح معين إنه أنا بدي كف بنت بدها تكفي دراستها. بس بتعرف إنه مثل عنا نحن يعني بسبب الظروف، يعني أنا حتى ما قدرت أبقى لأني تقريبا بيتنا تقريبا نصه راح، وبدك ترجع ترممه مثل ما بدنا نحكي. فيعني نحن يعني كان بهذيك الوقت يعني بصراحه ما كثير يعني متشوقين لانه نرجع نرمم، عرفت؟ انا ما كانت بتفرق معي بصراحه لاني كان القرار للماما، هي خلص انه بدها تطلع يعني. وسافرت على لبنان، انا اخواتي بيشتغلوا بلبنان، وسافرت على لبنان وبقيت تقريبا شي 6 سنين، بس لحظه وصولي لي هون يعني بهي النقطة بس اللي بدي افهمه منك. انت كنتي اول شيء بإدلب، صارت معكم الحادثة، فقدتي رجلك، تعالجتي بطريقة او بأخرى بشكل بسيط جدا يعني، وكنتي هون لساعتك بسوريا، ومن بعدها انت
ضليتي على عكازات ولا جاكي رجل الصناعية ولا كيف؟ اي هلا انا قفيت شغلي، يعني انا طحت شغلي، عفوا هلا تذكرتها، فيني ضيف. ما في مشكلة. اي طبعا طبعا. الفكرة انه انا لما انصبت، هي انا لما رحت، بحكم انه نحن عندنا بسلقين انه ما في مستشفى كبيرة، وما في مستشفى تقدر تعملي العملية نعم الخياطة مثلا لنفترض، نعم ورحت على ادلب. بحكم هذا بالطريق نحن، يعني انا شفت بصراحة قذائف هائلة من فوق اي تمر، عرفت؟ انا قلت يعني هلا بنموت وعلى الشارع الثاني بنموت، هلا بنموت وعلى الشارع الثاني بنموت. بس انا هون لما من لحظة فقدت رجلي، وبصراحة اطمنت على اهلي انه ما فيهم شيء، هاي اللحظة عامر صدقني انا دمعة ما نزلت لي، فانا ما قدرت ابكي، ما بعرف من الصدمة، ما بعرف انه يمكن رب العالمين حط يعني الطمأنينة او حط القوة فيني. بصراحة بهديك اللحظة انا لهلا ما بقدر استوعبها، انا دمعة ما نزلت لي، كيف وليش ما بعرف، ومع اني انا حاملة، يعني اسفة على هذا التوصف، بس انا حاملة رجلي بايدي، عرفت؟ يعني بقية رجلي انا حاملتها هيك بايدي ضابطتها كرمال الدم وما دم. فالفكرة انه يعني انا ليش ما بكيت، يعني انا هلا بسأل لحالي هذا السؤال، انا ليش ما بكيت؟ ورحت على ادلب، بقيت تقريبا شي اسبوع اسبوع ونص بالمستشفى، ورجعت على سلقين على منطقتي، اوكي. بقيت تقريبا شهر، بين الشهر شهر ونص بسلقين، ببيت جدي يعني. وبعدين ماما قررت انه خلص بدها تطلع. تمام. وهون انت اخذتي الاسعافات الاوليه مثل ما بيقولوا بالمشفى، وضمدوا لك جرح او قطبوا لك اياه، بحيث انه وخلص رجلك كانت يعني ما عاد الها امكانيه انه ترجع مثلا انه يعملوا فيها اي شيء. خلص لا خلاص ما بقى، يعني هي الفكرة انه الفكرة هن يعني يعني عملوا الواجب يعني تقريبا، بس الفكرة انه هن عملوها يعني، وبسبب نسبة الكثير الاصابات يعني يلي تصير، عرفت؟ فكان في كثير ضغط، نعم نعم بس هن نعم عملوا نعم اللي عليهم، الله يعطيهم العافية اكيد. وبفكرة انه ترجع رجلي مثل ما خبرتك، انه هي تفتتت كلها، يعني دغري تفتتت، ما انه مثلا مثلا قطعت بس بقي الطرف الثاني، فهمت علي كيف؟ نعم 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 لا نعم هي كلها تفتتت كلها. فهمان عليكي.